أهلا بكم إلى عدد جديد مباشر من حصاد 24. في ظل تواتر افتقاد المواد التموينية الحياتية من زيت وسكر وقهوة وفارينة والبنزين في مناطق عدة، وفي ظل عدم فاعلية وعيد الرئيس سعيد لما أسماهم بالمحتكرين الذين يتلفون المواد والمنتجات بغاية الترفيع في أسعارها، ولم ينفع في ذلك مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 21 مارس 2022 الذي هدف لضرب الاحتكار والمضاربة في الأسواق، مرسوم قد تصل عقوبة مخالفيه إلى أكثر من 30 سنة سجنا. أزمة مضاربة متواصلة أم أزمة حكم وضريبة الفردانية وغياب التشاركية؟ أنقل هذه الاستفسارات و أسئلة غيرها لضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث فريد خدومة. أهلا وسهلا بكم لأول مرة هنا ضيفا في استوديو حصاد 24. مساء النور، مساء الثورة، مساء الحرية. أهلا بكم. أهلاً. ضيفنا الثاني إضافة إلى السيد فريد خدومة من بروكسل زياد الهاشمي عن ائتلاف الكرامة، نائب عن ائتلاف الكرامة. زياد مساء النور، أهلا وسهلا. مساء الأنوار بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. أهلا بكما. إذن ساعة من الزمن نحاول مع ضيفي هنا في الاستوديو وعبر تقنية سكايب من بروكسل أن نقدم أو قراءة سياسية لتدهور الوضع الاقتصادي. للأسف الشديد أزمة متفاقمة أساسها غياب مواد أساسية كالسكر والبنزين. تقرير افتتاحي لزميلتنا وعودة سريعة على النقاش هنا في الاستوديو. يلا. محطات وقود بلا بنزين، محلات تجارية بلا سكر ولا زيت ولا قهوة ولا طحين، هو مشهد روتيني يستيقظ عليه التونسيون كل يوم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ربما تشير إلى بوادر مجاعة قادمة لا محالة كما وصفها بعض الخبراء. البعض فسر هذا النقص في المواد الأساسية بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم تم تعليل هذه الأزمة بظاهرة الاحتكار والمحتكرين، لكن يبدو أن الحقيقة تتجلى في إشكال حقيقي تعاني منه المؤسسات العمومية التي تعنى بشراء المواد الأولية والأساسية مثل السكر والقهوة والحبوب والزيت النباتي. وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد أكد في وقت سابق أن تونس أضحت غير قادرة على تسديد ديونها استنادا إلى تقييمات وكالة الترقيم السيادي موديز وفيتش رايتنج. يبدو أن الإشكالات المتعلقة بالشحنات الموردة من المواد الأساسية تكشف مستوى عجز الدولة عن الشراءات، وآخر والحديث حول شحنة الزيت النباتي التي تمت إعادتها إلى مصدرها وما أثارته من تشكيك حول ما أوردته وزارة التجارة بكونها غير مطابقة للمواصفات التعاقدية. وللإشارة، فقد مكثت في وقت سابق أربعة بواخر أجنبية محملة بالقمح والشعير في عرض البحر دون التمكن من تفريغ حمولاتها بسبب عدم خلاص ديون الحبوب في ديسمبر 21 و2000. النقص تجاوز المواد الأساسية ليشمل كذلك التبغ والوقيد، إذ أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع التبغ والوقيد التابع على اتحاد الشغل حسن الترهوني أن الوكالة غير قادرة في الظرف الحالي على سداد مستحقات المزودين سواء المحليين أو الأجانب. كما توقع أن ينفذ مخزون المواد الأولية لدى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بحلول يوم 15 من أكتوبر المقبل كحد أقصى، مؤكدا أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه وكالة التبغ سيعرضها إلى خسائر طائلة ويهدد أعوانها ببطالة تقنية. أمام هذه الأزمة الاقتصادية، أين وعود سعيد للشعب التونسي؟ وهل ستقتصر حلوله على التنصل من المسؤولية وتوجيه التهم للمحتكرين؟ أهلا بكم مشاهدينا متابعي حصاد 24 في المباشر هنا في الاستوديو، ضيفنا فريد خدومة الكاتب والباحث. مرحبا بكم مرة أخرى فريد. مرحبا. ضيفنا بالسكايب زياد، لكن نبدأ معكم سيد فريد. صعوبات كبيرة يلقاها المواطن التونسي، مواطن العياش وسائر المواطنين في تزود مواد السكر، زيت السانجو، الفارينة، الرز، وفي الأيام الأخيرة حتى البنزين. هل هي صعوبات سلطة جديدة ما زالت تتلمس طريقها للحكم أم أكثر من ذلك، خصوصا ونحن
جاوزنا السنة على حكم سعيد المتفرد. مرحبا، السلام عليكم. إن شاء الله بلادنا ديما بخير، إن شاء الله ربي يعدي الأزمة هذه على خير. أمين يا رب. أنا أعتقد أصالة أن السؤال فيه مغالطة، وذلك لأننا لسنا أمام سلطة يمكن أن يكون لها مشروع قد تصيب فيه وقد تخطأ. نحن أمام مشروع انقلابي لدولة عميقة ظهرت إلى السطح، تلاعبت بمشروع ثورة لبلد لتوه يتوق للحرية وما زال يتوق للحرية، وأسقطت السقف على الجميع بتعلة أن التجربة الديمقراطية الوليدة لم تكن في مستوى اختيارات الشعب، لكن الشعب التونسي هو الذي اختار، هو الذي ملأ الشوارع في 14 جانفي وقبلها في 17 ديسمبر 22. نعم 14 جانفي 22 و 17 يعني الثورة 11. وهذه اختيارات هذه الشعب، ونفترض جدلا أن اختياراته كانت على خطأ، ما دخلك أنت في اختيارات الشعب؟ نعم. الشعب اختار وهو يتحمل مسؤوليته، ولعل البعض يعتقد بأن الشعب التونسي مازال قاصر، ليس من حقه في أن يختار حرية وأن يختار مشروعا وأن يختار دستورا صوتت عليه أغلبية القوى السياسية في البلد، ولكل ثورة ولكل مشروع جديد هنات. هذا طبيعي، أنت خرجت من حال إلى حال، معنى تريد حرية وثورة ومشروع اجتماعي ومشروع أخلاقي جديد بدون تبعات. والمشروع الديكتاتوري في تونس هو من 1881 وليس من 1956 للتصحيح، عندك أكثر من 120 ولا 130 سنة وأنت تشريع تعيش وتتنفس الديكتاتورية. ألا يمنح هذا المشروع الجديد 20 أو 30 سنة حتى يستقر؟ هذا أولا. وثانيا، هل لن تضر من تجربة انقلابية أن تصلح؟ عجيب هذا، تجربة انقلابية كيف تصلح؟ هل تنتظر من طفل صغير أن يبني بناء شامخا؟ هل تنتظر من يكفر بالحرية أن يؤسس لحرية؟ وفعلا قد أسس لحرية وآخر رجل الدستور من تحت الطاولة، أو هي ورقات أو خربشات على الجدران ليدعي أنها دستور، مر بها إلى استفتاء إلكتروني فسقط في الاستفتاء الإلكتروني الأول، ومرره إلى ما يسمى استفتاء فسقط، تلاعب بما يسمى فصل 80. نعم. وتلعب بمعايش الناس. الآن التونسي ألا يستحي التونسي أن يقف في صف على السكر؟ ألا يستحي التونسي من نفسه أن يقف على صف ليأخذ نصيبه من الزيت؟ ألا يستحي التونسي في قلب العاصمة ما يلقاش كعبة باقيت؟ ألا يستحي التونسي اللي عنده 4 أو 5 صغار تكلفة الفرد 800 دينار، اللي عنده 5 ولا 6 ولا 7 صغار منين باش يقريهم؟ ألا يستحي التونسي من نفسه؟ لأنه صفق، وأقول التونسي أسخر، لأن التونسي لا يصفق للباطل. نعم. التونسي لا يصفق للباطل، قد تلعبتم به. إذا أردتم أن تعرفوا رأي التونسي فيما يحل به الآن فاذهبوا إلى انتخابات سياسية وتشريعية ولتشارك كل القوى، ولكن ليس بقانون اللعبة الذي تديرونها أنتم. طيب، من بين الشعارات المركزية التي الذي قفز من خلاله سعيد في مرحلة أولى في انتخابات 19 و2000، ومن بين الأسباب التي برر بها وكان الأمر بالفعل لا يبرر الانقلاب على الدستور، هو قال الشعب التونسي فد بالحرية ولكن يريد خبزا. سنة. نعم. من الحكم المتفرد، ألا تكفي الآن لنحكم على هذه السلطة؟ نعم. حتى تكون ناجحة أم فاشلة الآن؟ والتونسي كما قلت الآن طوابير ليست الحرية، يا حسرك كانت توانسة شادين الطوابير من أجل الانتخابات من أجل الحرية ورسم الحرية، ولكن الآن طوابير من أجل افتكاك قارورة زيت وكيلوغرام من السكر. سأحدثك عن عنتر بن شداد وليس عن تونس. عنتر بن شداد كان عبدا وهجمت قبيلة على قبيلته، وعنتر في قوة عنتر يا أستاذ. نعم. وعنفوان وشباب عنتر، فاستنجدت بكل قبيلة وعنتر لا يعني الأمر، حتى جاء ولده قال يا عنتر كر، قال العبد لا يعرف إلا الحلب حلب الشياء. نعم. حلب الشياء، قال كل كر وأنت حر، فكر عنتر لما استرد حريته واستطاع أن يعيد لقبيلته الحرية. الحرية قدس أقداس التجارب البشرية وليس الخبز، الحرية قدس أقداس التجارب البشرية، ولما فقدنا الحرية فقدنا الخبز،
فقدنا الزيت، فقدنا الأمن، فقدنا الأمان. البعض الأمنيين، شق من الأمنيين الذين ذهبوا مع انقلاب 25، الآن تجنون ما ذهبتم إليه، لأنه سيحل جميع النقابات الأمنية. نعم. لأنه في الدستور الجديد لا توجد نقابات أمنية، وإن وجدت فرضا جدلا لا يحق لها أن تضرب، ولا يوجد مجلس أعلى للقضاء، وإن وجد لا يحق له أن يضرب، ولا يوجد تعليم، وإن وجد تدفع 800 دينار لكل رأس من رؤوس أولادك. إذن حريتك هي الأصل. وهو يتكلم عن الشعب التونسي الذي مل من تجربة الثورة. نعم. الشعب التونسي مل من تجربة الثورة. الشعب التونسي كانت ما عندوش مشكلة مع الأجور، الشعب التونسي ما عندوش مشكلة مع الحليب، الشعب التونسي ما عندوش مشكلة معاه، يرى تفاهات حتى في البرلمان وفي غيره، لأنه يعتقد أن تلك من نتاج الحرية. أنا في بيتي لي ابن صالح ولي ابن طالح، لي أخ صالح لي لي. نعم. وهذه هي الثهوت. شعب تونس شنو تحب اكثر منك؟ وفي النهايه الشعب يختبر من خلال حريته، وكيف يختبر من خلال حريته؟ لكن بعد سنتين او ثلاث اربع بيننا صناديق الاقتراع، في صناديق الاقتراع نقول الشعب التونسي يريد. نعم. سيد زياد الهاشمي، وانتم كنتم والنائب عن ائتلاف الكرامه، كثيرا ما تعلل السعيد رئيس سعيد وهو على راس السلطه بعدم تنفيذ مشاريعه بان البرلمان كان معطلا لمشاريع سعيد. اليوم بعد سنة كاملة من تفرد سعيد بكل السلطات، الآن سلطة براسيم، سلطة كن فيكون، ولله المثل الأعلى في الآن، يعني كل ما يريده يفعل. توعد كثيرا سعيد المضاربين المحتكرين، لكن خلاصة سنة، زبدة سنة، الطوابير الآن على السكر، على الزيت، و على البنزين، ولا يجدها. شكرا على هذا السؤال سيد الكريم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني قيس سعيد طيلة ليس سنة، هو يحكم منذ 3 سنوات. يعني لا ننسى أن قيس سعيد هذه 3 حكومة لقيس سعيد، حكومة الفخفاخ، وحكومة المشيشي أو ما يسمى بحكومة نادي عكاشة ومايا القصوري، وحكومة نجلة بودن حاليا. إذن قيس سعيد في الحكم وفي ممارسة السلطة 3 سنوات بالتمام، وداخلين توا في العام الرابع للسلطة المطلقة لقيس سعيد، مع عام ونيف، اليوم دخلنا في الشهر 13 للانقلاب وللسلطة المطلقة، وهي المفسدة المطلقة لقيس سعيد. وكان المنتوج الاقتصادي 0، المنتوج السياسي 0، المنتوج الفكري 0، يعني من أصفار فوق أصفار لقيس سعيد كما عهدناه طيلة 3 سنوات ونيف. نجاو لأحد الأكاذيب أو الأراجيف التي تم ترويجها أنه البرلمان لم يتفاعل إيجابيا مع قيس سعيد، هذه كذوبة روجها الانقلاب ومسنديه. بداية لا ننسى أنه قيس سعيد كان عنده حزام برلماني داخل البرلمان المتكون رأسا من 3 أحزاب، اللي هي الدستور الحر عبير موسي، وسامي عبو تار ديمقراطي، وحركة الشعب المغزاوي، ومجموعة من المستقلين. هذا هو كان الحزام البرلماني لقيس سعيد داخل البرلمان. وبدليل أنه تقريب لما توجه قيس سعيد للتصويت للميزانية بتاعه، الحزام البرلماني بتاعه كان هو المساند الأول للميزانية بتاعه. ما بين قوسين اليوم نحكيه على زيادات الميزانية قيس سعيد في هذا الظرف الصعب. نعم. وللدولة تتسول اليوم ميزانية قيس سعيد في العام 170 مليار بالتمام والكمال. تقصد الرئاسة؟ قيس سعيد يتكلف على المواطن التونسي 500 مليون يومياً. يعني المواطن التونسي يقوم الصباح ويقول الصباح الخير ويرشرش قدام الحانوت متاعه، لازمته يتذكر انه راهو نهارتها. كل يوم قيس سعيد يتكلف على الخزينة التونسية 500,000 دينار، اللي شنية لحتى حد ما يعرف القصر الرئاسي. سيد زياد للتدخيل، القصر الرئاسي قيس سعيد. نعم. اسمع قيس سعيد، اسمه قيس سعيد، رئيس الدولة اسمه قيس سعيد. اليوم انت ما عندكش دولة، اليوم ما تحكي لها تقول لي والله الرئاسة وش ما نعرفش. انت تعرف 170 مليار شكون باش ياخذها؟ انت تعرف 170 مليار شكون باش ياكلها؟ اللي خذاها قيس سعيد
نسميه الأسماء بمسمياتها. أنسى مفهوم الدولة. أنت اليوم تحكي مع نظام قيس سعيد، مع نظام يا فقط ألغى تماما المؤسسات. كنا قبل نحكيه على مؤسسات، كنا نحكيه على مؤسسة رئاسة الجمهورية لما جت للبرلمان وعارضتها المعارضة وساندتها المساندين متاعه. اليوم أنت تحكي قيس سعيد صحح على ورقة فيها 170 مليار، اللي هو تعرف أنت شكون باش ياخذها؟ ما تعرفش. تعرف الخزينة يعني الكاس الوار بتاع رئيس الجمهورية قداش؟ ما تعرفش، ما تعرف عليه حتى شيء. إذا نسميه هناك سيد زياد اسمح لي، هناك مليار. هيئات رقابية تابعة الدولة، هيئة الرقابة المالية كيما شكون سميلي اسمح لي هناك هيئة رقابية. يا الله يهديك، شوف أخطار المؤسسات السياسية. هناك اسمح لي يا زياد، هناك هيئات رقابية تشتغل. اسمح لي، لا عاد، هناك هيئات رقابية تابعة رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، وزارة أملاك الدولة. هذيك هيئات رقابية تخدم أمور عادية. ربما ما ثمش قرار سياسي حاليا، ما فماش عندك. كان قيس سعيد سمي رجاء أن نفيقوا من الوهم نتاعنا وزلتوا عايشين في دار وفي دولة. اليوم أحسن مسمى تنجم يتسمى به تونس زريبة. اليوم عندك واحد قال لك أنا ربكم الأعلى فاعبدون. اليوم عندك واحد نحى صفة من صفات الله وضحى في الدستور وقال لك أنا لا أسأل عما أفعل. إن كان سعيد يتكلم، اسمح لي، طيب يا زياد، ما عادش تحكيه على دولة. اليوم قيس سعيد بالدستور متاعه قال لك أنتم عايشين تحت، أنتم مجموعة من الرعاة تعيشوا تحت سلطان، ألغى جميع الوسائط الكل، لا فما رقيب. السيد يا مان الله يهديكم فيقوا شوية، راهو اليوم الراجل قال لك عندي صفة من صفات الرحمن، قال لك أنا لا أسأل عما أفعل، أنا لا أسأل عما أفعل، وأنت تقول لي فما شكون يراقب فيه. طيب فريد، صدر بتاريخ 21 مارس 22 بجدر الرسمية مرسوم رئاسي لمواجهة المضاربة والاحتكار. نعم. كان رئيس سعيد يخرج للدبوات، وخرج برشكله، وخرج ساعات الشغلية، شاف أنه هو اعتقد وصرح في أكثر مرة أنه راهم أصحاب هذو المحتكرين بصدد إتلاف المواد هذه الغذائية والمنتجات بغاية الترفيع في أسعارها. لكن منذ 20 مارس والكورب هابتة، خافوا المجرمة ما خافوش. هل قبض سعيد وقاد المجرمة إلى المحاكم؟ ما قادهمش. هو عاجز وإلا مش فاهم؟ هو عاجز ومش فاهم، وفيه كل الصفات السلبية. اولا هذا الامر ينظر له من اكثر من زاويه. الزاويه الاولى انه هذا السيد ما عندوش علاقه بفقه الدوله اصلا، لانه هاي الدبوات نتاع البطاطا ونتاع الخضار وكذا هي دبوات وسيطه ما بين الفلاح وما بين السوق، فضروري ان تكون موجوده دبوات نتاع خضروات، ولا لنجو بطاطا نكلوه في الموسم نتاعه، ولنجو طماطم نكلوه في الموسم نتاعه، ولنجو في العنب نكلوه في الموسم نتاعه. هاي ضروره. فالدول ما يكونش عندها المؤسسات الوسيطة هذه، بل هي أصلا تنشئها لتستمر معنا خيرات البلاد على مدار العام، مش تكون في وقت بعضنا نبقوا نتفارجوا. وربما حتى يتم صالح الفلاح. نعم. أنه يجد مكان حتى يستقر السعر، يحفظ فيه أولا، ويستقر السعر يحفظ فيه حتى لا يضطر لبيع منتوجه. نعم. بأضعف الأسعار. هذا جزء. والجزء الآخر، السيد ما يفهمش في فقه الدولة خلاص، لأنه بذلك الشكل معناها هاد على قطاع أساسي وسيط ما بين المنتج وبين المستهلك. تعرف الآن أغلب الدبوات فارغة، أغلب الدبوات فارغة. قال لك ليه أنا كنحط فيها بطاطي هدى ليه برشكلو ساكن كرطاج، شو نقول له أنا على البطاطا؟ وفي الصيف وعدنا أن تكون البطاطا 500 مليم. كلام سخيف، لأنه سعر التكلفة يعمل في 350 يوصل حتى 400. هذا في تقارير نتاع الاتحاد الفلاحين. مش معقول خلاص أن البطاطا تكون بذلك السعر. هذا جزء. وجزء الآخر اللي هدى عليه برشكلو نتاع البطاطا في جهة طبربة، أنا ولد منوبة، هاي شخصية معروفة، أكثر واحد يخزن في البطاطا للبعدين مش عاودوا زراعتها. هاي البطاطا مش للأكل أصلا، ما تتكلش، هي كل المواطن تتسمم هاي البطاطا للزراعة. سيد هذا قرر أن لا يخزن البطاطا ثانية، بدليل أنه الآن مش مخزن بطاطا. هذا أول. السيد الآخر اللي هد عليه الحديد، في الحديد من حقه في الرخصة أنه يخزن 30% من الطلبات المستقبلية نتاع السنة باعتباره منتج أول. والسيد عنده صفقات مع ليبيا ومع كذا ومع كثير من البلدان، هم الآن المنتجين في البلاد. فكان من نتاج هذه الشعبوية معناها اطلع الحديد
أكثر من مرة، والفلاحة أو الوسطاء أنا في الفريقوات ما عادش يحبوا يخزنوا. يا ولادي السيد ما عندوش علاقة مع الدولة، خلاص الدولة راهي ما تسيرش بهذا الشكل. الدولة دولة سمحني، الدولة تعجز تشري بطو زيت، تعجز. أنا باش نقول لكم طبعك البطو فيه 6000 طن زيت. ادخل الآن على الإنترنت شوف الزيت في السوق الدولية الطرناطة في 350 دولار، في 320، في 370. البطو يتكلف تقريبا 7 مليارات تونسية. دولة ما عندها 7 مليارات تونسية، دولة ما عندها 7 مليارات، إلا أن تكون جهات ما في الدولة قاصدة أنها تضرب هذه المشاريع، مشاريع التصدير ومشاريع الإنشاء ومشاريع التعمير. ليش؟ لصالح قوية جديدة عن تظهر. هل أنا تجربة؟ نعم أنا تجربة. جملة من الأسر في الستينات وبداية الخمسينات كانت أقل من ضعيفة ماليا. نعم. لولائها للمشروع الانقلابي لبورقيبة أخذت جزء من الأحباس لفكها بورقيبة وما أعطاهاش الأهاليها بقدرة قادر هذه العائلات في السبعينات عندها نزل وعندها فيرمات كبيرة وعندها كذا. ربما استأثرت في وقت الإصلاح الزراعي في 74 فوقع خلق جهات موالية لسلطة الستينات والسبعينات. الدولة هي اللي أعطتها الفلوس بشأنها تكون جهات نافذة، وهي من البساطة. أنا كباحث تعرف هذه العائلات إمكانيات المالية المادية في الخمسينات والستينات ليس أمر صعب. الآن يصنع له حزام مالي كما صنع له حزام أمني كما صنع له حزام سياسي. تقول لي من نشبيك تتعامل بالمجهول؟ لا أتعامل بالمجهول. وراءه غرفة عمليات ما يسمى عند السياسيين بدولة عميقة تصنع به وبمن معه ما تشاء في سبيل أن تضرب التجربة الديمقراطية في تونس اللي كانت قوى ما في المنطقة العربية ضد أن تكون تونس رائدة في الحريات. تونس اللي يوقفونها في الكونغرس وصفقونها على المشروع الثوري والمشروع الحرياتي الذي كان مسالما، والذي ثورة لم تنتقم من جلادي الأمس، ولم تنتقم من ساترة انتع الأمس، ولم تنتقم من القوادة انتع الأمس، ولم تنتقم من خماجة الأمس. ولكن سؤال برسم الإجابة كما يقول الشرقيون، هل أخطأنا لأننا كنا جيدون؟ جيدين. هل أخطأنا لأننا كنا في مستوى المحافظة على البلد؟ هل أخطأنا لأننا قلنا لجل الدين أمس اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ تقديري أنا شخصي أخطأنا. زياد، هو فريد قال لك كل سلطة هو في الحقيقة تلتف حولها الثعابين واللوبيات، كل سلطة تصنع صحيح حزامها، ولكن كل سلطة سريعا ما تلتحف حول حزامها الأنواع المعروفة بالخبرة، أولاد الإدارة أولاد الدولة. سعيد حكى على الصلح الجزائي وسوق هذا الصلح أكثر من مرة باعتباره مدخلا لتوفير العملة ولتوفير الشغل. الصلح الجزائي حكى عليه برشا، اليوم بعد 7-8 شهور وين هو الصلح الجزائي؟ كم مرة تحدث سعيد عن قائمات رتب فيها المجرمة من كبيرهم إلى صغيرهم، والمدن والقرى الفقيرة من كبيرها إلى صغيرها، وينه؟ ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا وعد سعيد؟ شوف قيس سعيد كلامهم سرابا يحسبه الظمآن ماء. قيس سعيد باع الوهم، وهو كان صريح جدا عندما قال أنه لا يفهم في السياسة ولا يفهم في الاقتصاد. قيس سعيد هو فقط مكينة لصناعة الأراجيف ومكينة لبيع ما يطلبه المشاهدون، حتى يعني كل واحد يأخذ حقه. لا، ما الوضع ما قبل قيس سعيد لم يكن جنة المأوى في تونس، ومن حكموا تونس طيلة العشر سنوات الأولى يعني أخطأوا كثيرا من بداية. وأعرج لنا وتفاعل مع ضيفك الكريم، يعني هناك فما أخطاء يعني جسيمة جدا وقعت، هي يعني هذه تحت شعار متاع بوسخوك وتحت شعار متاع إذا بفنتم الطلقاء، هذا خرط يعني المنظومة السابقة والفساد على الثورة التونسية، وخليها ثورة يعني بلا أنياب، وثورة بناء الياب يعني تأكلها يعني حشاكم حشم يسمع الكلاب.
لأنه كان من المفروض هناك قطع مع الماضي. لا يمكن أن تبني يعني الجديد بالقديم وتبني الطيب بالرث وبالعفن. الثورة طيبة ولكن شاء أن تم اختراقها بالعفن. الثورة يعني اليوم أنت تشوف، أنا أعطيك مثال صغير وهذا أنا متوقعه وكل زياد قاله واليوم بيننا، ريت نحن دخلنا اليوم في مرحلة سقوط قيس سعيد، يعني ما عادش نجم نحكيه متى سيسقط والانقلاب يترنح، لا لا، هو توا دخلنا في مرحلة العد العكسي لقيس سعيد، هي تفصلنا عليه ساعات أيام أسابيع. أنا شخصيا لا أتوقع أن قيس أسابيع ويكملها. ولم هو يتحدث عن الصعود الشائق الآن اليوم، لأنه اليوم قيس سعيد أصبح في مواجهة الشعب التونسي، وهذا ما حذرناه منه. وكان تتذكر وأنا كنت ضيفك في أكثر من مناسبة نقول قيس سعيد مازلت عنده فرصة النجاة وطوق النجاة، أنه مازال يتحدث مع طبقة سياسية مازلت فيها نوعا ما من العقل أنها تنجم تحز عليه مع الشعب. لكن النهار اللي يكون يخرج مع الشعب رأس رأس، فالشعب راهو باش يحرق الجميع بما فيهم حتى المعارضة، لأنه الشعب عندما يجوع ما عادش باش يفرق ما بين مؤيد ومعارض، باش يخرج على الناس الكل، باش يخرج على اتحاد الشغل، باش يخرج على النقابات، باش يخرج على الناس الكل. واليوم هاك تشوف حاجز الخوف وصل، على الأقل نحن كطبقة سياسية كنا من النهار الأول نضربوا معاه يعني قلبه بقلبه، ولكن كان فما نوعا ما من المواطنين خايفين من سلطة وبطش سلطة الانقلاب، من رؤساء الأمنية، من المحاكمات. اليوم حاجز الخوف انهار تماما في الشارع التونسي. اليوم نحكي معاك وشفنا اليوم لعبات خرجت في وكالة التبغ للوقيت، يعني وقفوا الطريق العام، لعبات خرجت بدأت تصيح. اليوم موجة الغلاء اللي حتى ما كان يتخيلها، راي زيادة في نهار بستة دينارات في سعر كيلوغرام من اللحوم البيضاء. ما عادش الزياده، نعطيك المثال الصغير، في ايامات الازمه نتاع العباد اللي تسب يوميا اليوم وتسلخ في البرلمان السابق، ايامات الازمه لما جات حكومه المشيشي باش تزيد وقالت باش نزيد زيادات في فتره الكورونا، الجميع في البرلمان، وهذا ماهوش في الكرامه فقط، في الكرامه النهضه قلب تونس، الكل قلنا له ما تزيدش حاليا في الوضع صعيب جدا، البلاد خارجه من كورونا فما ازمه، خلي كل الشعب يتنفس، اعمل الزيادات نتاعك. وفعلا تجاوبت معنا حكومه المشيشي ايجابيا. اليوم المحروقات زادت اربع مرات والناس كلها مخيطة فاهمها. اليوم الزيادات مش بالمئة مليم وبالمئتين مليم، بالستة دينارات في كيلو اللحوم البيضاء، واتحاد الشغل ساكت ما يحلش فمه. اليوم راهو ما عادش تحكي، يعني نعطيك السميد راهو زاد في ثلاثة، ما عادش نحكيو زيادة ب 20 مليم وب 200 مليم، نحكيو على زيادات بأرقام مجنونة ومع هذا غير متوفرة. لهذا نرجع للفكرة الأصلية نتاعي باش ما نتشعبش برشا. اليوم قيس سعيد، وأنا أدعو الجميع وأقول خلوا بينه وبين الشعب، أو يعرف إيش معناها الشعب كيف يثور عليه، ونقول اليوم رجاء انسحبوا من بين الشعب وقيس سعيد. اليوم ما تقفوش حزازة، ما تقفوش عقلاء معاه، خلي الشعب يعرف إيش معناها سلطة الانقلاب. وأنا أقتبس كلمة لمحمد الغزالي يقول الشعوب التي تقبل بالاستبداد وبالانقلابات يجب عليها أن تؤدب، وكيف تؤدب؟ تؤدب بسوء إدارة الانقلاب للبلاد، تؤدب بالعصا الغليظة للاستبداد، تؤدب يعني بالمواد الفاقدة. ونحن اليوم نراو الشعب التونسي للأسف وللأسف وليت قوم يعلمون قاعد يؤدب، وجزء صامت منه اتحدث عبيد اللي قالت ما على باليش وخرج تزمر. اليوم يا حبيبي حتى باش تخرج تزمر ما عندكش صوص باش تزمر بيه في الكهرباء نتاعك. اليوم حتى باش تشرب قهوه وتترشفها وانت خارج تزمر وفرحان بسقوط التجربه الديمقراطيه، القهوه ما فماش، الدخان ما فماش. اكثر من هذا يا عباد الله، المشروبات الغازيه مفقوده. غدا فما وقفه قدام ولايه بن عروس للمجمع يعني كوكاكولا والشركات هذه، لأن السكر غير موجود. لأول مرة في تاريخ تونس، تونس استورد اليوم، استوردنا على ذكر السكر نعم بسكويت 300 طنات بالبسكويت من الجزائر. رانا مش أولين نتسولوا، نعم على الأقل من الجزائر نجيبه في الليسانس والمزود. اليوم نجيب في البسكويت، اليوم راك تجيب في البسكويت. نعم انت علاش خلينا نقفل بالجملة دي، نعاود نقول العباد اللي رضات بالانقلاب يجب عليها أن تؤدب، وستؤدب من شكون؟
بسلطة الانقلاب. وهنا قاعدين نشوف النقابات الأمنية اللي وقفت القيس سعيد وكونت الملفات ضد رئيس البرلمان وضد ائتلاف الكرامة، اليوم دار عليها قيس سعيد. نعم. واليوم مجموعة منهم واقفين على العمل. واليوم أنا نحكي معاكم كان عندهم اجتماع يعني تقريبا فادين باش يفلكتوا من الظلم اللي تعرضوا له، لأنه فما معادلة بسيطة جدا كما تعرض لها لطفي العبدلي اللي خرج جيب. سنعود على الموضوع زياد شامل. مش نقفل بالجملة دي. شوف، من نصر ظالما ولو بالتزمير. صلى الله عليه. نعم. على ذكر السكر، هو الرئيس سعيد صحيح سبق ووعد التوانسة ونادى أنه يجب أن يكون سعر كيلو بطاطا 500، إلا سف كان في 1100 أطلع متيامين. لكن المشكلة اليوم مش بطاطا، المشكلة هي سكر، المشكلة بنزين، أرز. يعني في المواد شكون المونوبول نتاعها؟ هو الدولة. هو الدولة. يعني شكون المشكلة هنا؟ هو الدولة ما عرفش تجيري تتحكم في التوزيع والتعاطي مع السوق العالمي. هذا أنا صورة. ودخلنا تدخلوا مشاهدينا على الإنترنت في المباشر International Sugar Organization، هذا السوق العالمية، سوق أسعار السكر العالمية، ونشوفوا لهنا تدخلوا له في نرجع حتى الشهر الأخراني جويليا. احنا اليوم في 25 أوت، نرجعوا حتى قبل في جويليا بنشوفوا الأسعار، ما ثمش اضطراب تقريبا، نفس السوق يعني نفس الأسوان، يعني ما ثمش اضطراب في السوق العالمية. المشكلة داخلية كما قلت سي فريد، ما عادش نلومه تو إذا كان ثم البطاطا، ثم بعض المجر ما يتداول. لكن الآن هو الرئيس سعيد وعد وتكلم بأنه لا يعين إلا من لا تشوبه شائبة. سنة لم تكن كافية ليختار الرئيس أعضاده وتنسيقيات الذين لا تشوبهم شائبة. نعم. حتى يستطيع تعديل السوق. ما طلبناش الحلول، حبس النزيف. لأنه الإشكال فيه هو اللي تشوبه شائبة، ماما هو في حد ذاته تشوبه شائبة، هو في حد ذاته انقلب على دستور أقسم عليه وعلى تجربة ديمقراطية قائمة في البلاد، وكان يعتقد ومن معه أنه قادر يسير دولة. تعرف أنه للأمانة أنه المشروع الديمقراطي في البلاد حصل قيس سعيد وقت اللي انقلب وراد أن يحكم لوحده، فقيل له تفضل أحكم، لكن الحكم راه سكر وراه طماطم وراه فلفل وراه كراسة، والحكم راه تروتوار وراه كياس وراه حيط وراه قنطر وراه دواء وراه أنسولين وراه أكثر من 300 و400 صنف من الأدوية الأساسية غير موجودة، وراو الزوالي ما عادش قادر يشري كراسة. الأدوية الحياتية، الأدوية الأساسية الحياتية اللي ما فيهاش لعب نتاع الأمراض مزمنة صحيت، ولعب بأقوات الناس. أنت تتصور روحك تحكم لأنه الشعب قال لك أحكم، تفضل أحكم. أنا أنزلت تدوينة بعد تقريبا بعد انقلاب بيومين، التدوينة هي كالتالي: تفضل صح عليك سيد الرئيس أحكم، تفضل أحكم. أي الحكم سهل، هو عندك 1600 مليار أجور كل شهر. هل خطب الرنانة؟ ما توكلش خبز. هل وعود؟ ما توكلش خبز. بعضهم يثق في سعيد. من بعضهم؟ من قدره؟ من قدر هذا البعض؟ تقدره صناديق الاقتراع، لكن مش بهيئة مش بهيئة معينة. بهيئة معينة وثابت جرمها في التزييف. معناها أنا هذه الأشياء تقدر بصناديق الاقتراع من 2011 حتى الانقلاب، ما شكك أحد في تلك الصناديق. ما شكك أحد إن كانت تلك الصناديق صعدت النهضة أو صعدت الدستور الحر، ما شكك أحد. بعدين تقييمك للتجربة، امشي المرة الجاية ما تصوتش للنهضة ولا ما تصوتش للدستور الحر ولا ما تصوتش لإئتلاف الكرامة، من معك؟ من منعك؟ لكن في العادة يا فريد، الحكومات السياسية مش عكس الحكومات التقنية، لما يتكلم السياسي مرة واثنين وثلاثة ويعطي خطاب سياسي من شأنه أن يطمئن المستثمر الأجنبي، المستثمر الداخلي يطمئن المواطن. هل وجدتم لذلك؟ هذا فزاعة يا أخي، هذا لسلمت منه موديز، ولسلمه منه الأمريكان، ولسلمه منه الأوروبيين. رئيس الوفد الأمريكي الأول خرج تدوينة، قال وقت اللي داخل مكتبه رئيس التشريفات نتاعه، قال لي سكر معنى الأقفال نتاع البروتوكول. ربما انت لا انت بس قال حسيت إهانة، انا امريكي نجم نجيك حتى في مريول. معنى وقالك حسيت اهانه، الاطراف الكل قالك نجي نحكم معاه، السيد يحكي وحده ما يسمعناش.
السيد صحفيين امريكيين جاوا وراو الصحفيه قالت اهنوني قال كيفاش قال كي جيت داخل القصر نحوا لي صندالي ولبسوني صندال اخر يا ولادي يا ولادي راهي البلدان ما تصيرش ما تصيرش هذا الشكل تطورت المفاهيم حتى في البروتوكول يعني خطاب الرئاسي مخيف ليس مطمئنا خطاب يدفع للدم استعمال التنكير بهم يدفع للدم هم ونحن هم ونحن من انت ومن هم لماذا قسمت شعب تونس احنا موحدين يا اخي التونسي يمشي من بنزارت ينقل بش القفصة غدو يمشي للعطار ويمشي للجزار ويمشي كرد ويخدم على روحه ياكل وجريد يتقع عايش في العاصمة وبوزيد يتقع عايش في نابل ما شعب واحد أشعري مالكي بربري عروبي سني هاي توليفة بسيطة نفس العائلة فيها المتدين وفيها السكير والأب والأم يجمعوا الزوز بسيط الشعب التونسي 12000 مليون وشوية حرمة باش ناكلوهم باش نشربوهم أتحداك تعطيني في عهد بورقيبة ولا في عهد بن علي كانت عندنا مشكلة تاع سكر ونتاع طماطم ونتاع فلفل أتحداك فيما يسموها العشرية السوداء عندك مشكلة نتاع كراسة ولا مشكلة نتاع ولا مشكلة نتاع وجو نقطة أخرى في الحريات في الحريات مواطن بسيط يقف في قلب لافيني ويشتم رئيس الدولة البوليسي يحسب روحه ما سمعش ياخذ بخاطره يقول حتى شيء راه متقلق نعم. تعالك مع مرته ويستكسي ويمشي يروح الان نظام العمد بالشكل القديم رجعت نظام الوشاية بالشكل القديم رجعت مجرمة يسموهم بلوغرات وكذا هاو الداكس هاو كذا ينحوا في ولات ويحطوا في ولات وينحوا في بيديجيات ويحطوا في ليش ليش ها ليش بلدنا بسيط يا اخي ليش هيك بلدنا بسيط لكن الظرف العالمي الآن يا سي يعني اسمح لي رجاء ماكرون البارحة توجه إلى الفرنسيين وطلبهم الساكريفيس يحكي على التضحية هذه فرنسا ظرف عالمي غير مواتي جيد لكن سعيد غير محظوظ لا سعيد البنك الدولي والبنوك الدولية كلهم ما رفضوش أن يقرضوك كان مطلب بسيط تصالح معك في الداخل يا أخي تصالح من معك في الداخل انا ماشي لدار مضيفيني والبو متعارك مع مرته والصغار معناها جابدين السيوف على راهم قالوا لا تصالحوا بيت تونسي بيت تونسي شكلوه تصالحوا يحكوا معانا ما عندهمش مشكله معاك هو في 2013 انت المشاكل الماليه في تونس في 7 8 9000 مليار يعني راهي تحل هاي راهي شاك تدفع قطر ولا تدفع الماني ولا راهو ليس مبلغ خرافي ما نحتاجوش خطه مارشال لانقاذ البلد من السقوط نحتاج خطاب سياسي نحتاج خطاب سياسي مطمئن للجار الليبي وللجار التونسي وللجار المتوسطي وللقوات الدوليه العالميه والا نصطفى مع احد احنا تحت الطاولة نتفاوضوا مع الروس واش دخلنا في الروس يا اخي واش دخلنا في الروس احنا واضح المشروع المتوسطي اللي احنا جزء منه واضح احنا مع حد حد وضد مع حد يا نتمنى انه تستقر بلادنا ويكفي يا اخي تونسي مع البريكا ومع صاحب تشربه وكهو يحب يعيش لكن صاحب مواقف وصاحب اراء انا لست بورقيبيين لكن بورقيبه كانت له اراء في عدم الانحياز نعم. في الامم المتحده كانت له اراء حتى بن علي اتفق تختلف معه لكن كانت فيه دوله كانت فيه دوله كانت بن علي كانت عندنا معه مشكله سياسيه لاكثر انا اسلامي وادخلنا للسجن كانت عندنا مشكله سياسيه لاكثر مع بن علي كنت مع وبن علي الحاشيه المحيطه اللي به هي صنعه منه بن علي بن علي 87 89 لم يكن بتلك الشكله وصنعوا منه ما يسمى خطه تشفيع اليابيه سامي العكرمي في وفاه والده قال نحن من جرأنا بن علي على الاسلاميين نحن اقصى اليسار نكره الاسلاميين وقال ندمنا لانه بن علي راح وتكسر اليسار وبقوا الاسلاميين نعم فريد خدومة قبل أن أحيل الكلمه لزياد وباعتباركم على الاقل كاتبا عندك مجموعه كبيره وتكتب شعر آخر ما كتبتم الساقي نعم الله يسخينا الخير أنا لا أكتب الشعر بل يقال أني شاعر ولم يعني أشتغل على ملكة الغرور فأقول أني أفضلهم وهذا من فضل ربي فأقول في قصيدة الساقي أقول في قصيدة الساقي يا ساقي الهاربين من متاهات المدينة يا ساقي الزق فينا من متاهات المدينة لا تسقني كأس المتاهة فالخمور في سفاها ليست لمثلي يقينا يا ساقي الزق فينا في ليالي مثل ما كنت تداري أن قرع الكأس قبل شرعة للعارفين كنت تقرع كأس شعب فارغ قد يتوه في سفينة كنت تحسب أن جمع التائهين
حزينة في غياب عن قرارات حزينة تصنع في القبو ليلا تحمل للجائعين طعاما كساء حنينة فيقول الشعب بعدما ظل آمنا أنا أيها الساقي أنا أيها الساقي ما شربت بعد كاس الليل كاسا وما تجرعت كلاما فكفاني من كؤوس غيبتني عن حقيقة وكفاني من كلام يصنع الحلم دقيقة ها أفقت غير أني قد ندمت ولكن قبل توقيع هاتيك الوثيقة أيها الساقي يا أيها الساقي نادي نائحات لابسات آخر الليل أو بقايا من سوادي كي نحنا ما تبقى من أعزاء البلاد كي نحنا ما تبقى من أعزاء البلاد كي ينادينا معزا أبيا وزيادي كي يثرنا الجالسين أسفل كل وادي وهناك تقرع كاسك على أحجار عادي نادي ثمود تجبك أو بقايا من رمادي نادي إنك تسمع لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي لفظ ضفوك زياد صحيح تونس الآن تعيش صعوبة كبيرة لكن ثم محاولات ها وعلى الأقل قمة في 27-28 اليوم احنا في 25 بعد نهارين ثم قمة هذه القمة اليابانية الإفريقية يتحدث عن قرابة 2.7 مليار دولار وثم 82 مشروع في عدة مجالات ستعرض في قمة تكاد 8 هاي السلطة قاعدة تحاول تجد على الأقل منفذ تحاول تخرج من الأزمة هاو مش إنجاز هذا القمة هذه لا هو لا إنجاز لا أنا انبهرت أنت تشوف فيه قاعد منبهر جدا بالإنجاز هذا يعني أنت تعرف اللي هي القمة يابانية ومن الطرائف أنه رئيس الوزراء الياباني ما هوش حاضر بتعلة المريض بالكورونا يعني كما يقولوا مولى العرس العروس مش حاضر هذه واحدة اثنين يعني الدولة المانحة رئيسها مش حاضر وأنا أرى أنه هذه جد كترضية لنوعا ما لقيس سعيد على مشاخ لأنه تقريبا أصبح من الأكيد إلغاء القمة يعني الفرنكوفونية تقريبا أصبح مؤكد انه سيتم الغاء وهذا ما اشارت اليه يعني سفيره كندا في تونس وقالت انه الوضع السياسي في تونس لا يسمح بانك تتبنى قمه من هذا الحجم وهذه باش تكون تقريبا رساله سيئه للدول الطامحه للديمقراطيه. انا راى انه تقريبا حربوشه باش يسكتوا بها قيس سعيد وما عندها حتى دليل وهي كانت مبرمجه منذ 26 دليل انه زياد كان مبرمجه هالقمه هذه قمة تكاد 8 مبرمج ليها عندها سنتين هي؟ باش نقول لك حاجة أنا باش نعطيك أنا شوف هذه التفاصيل هذه أنا راها زايدة تماما أنا باش نسألك عن أنه قيس سعيد يلعب على وتر حساس جدا الوتر هذا اسمه ذاكرة العوام ثلاثة أيام قيس سعيد عنده تصريح شهير لازمتنا نداولوه نحكيو عليه في الوقت هذا اللي هو شنو قيس سعيد لتلفزة فرانس 24 قال تصريح مهم جدا قال تونس ليست دولة يعني مهيئة للاستثمار وطرد قيس سعيد المستثمرين التوانسة علاش عمل لك إيه؟ لأنه كان يحضر في الأجواء للانقلاب متاعه قيس سعيد هذا فقط التصريح هذا وخيانة عظمى لما يجي رئيس دولة ويطرد المستثمرين فقط حتى البلاد تنهار وهي الأجواء متاعه للانقلاب هذا التصريح هو خيانة عظمى في حد ذاته نفس الرئيس هذايا لما كان قبل الانقلاب يقول أن تونس ليست بلد للاستثمار اليوم يدعو للاستثمار فما جاء حتى حد ما جاء حتى حد شوف هذه القمم تقريبا هي قمم دبلوماسية ثم دول مثل جزر القمر بدأوا بالتوافد على تونس جزر القمر طب ربي قالوا علي نسر في مية أمان الله يخليكم خلينا نكون شوية يعني لا ثم دول جزر قبل 20 يوم في مية يعني تونس وجزر القمر توا تونس عاملين تساوي نحن ندوروا ناخذوا في البسكويت عند الجزائر
جايتنا جزر القمر اللي يعني مربي بحالها اكثر منا. خلينا نكون شويه يعني يا ولدي. شوف ايش نقول لك اليوم، انت راك ما معاش نقول تونس الى اين وتونس، انت اليوم في الهاويه، انت دوله متسوله اليوم، انت والله العظيم حتى باش تقارن روحك بكوريا الشماليه والله هم خير منك اقتصاديا وسياسيا وضع متاع. اليوم راك في عزله، اليوم راك انت قاعد مش تتسول. اليوم فتنا ريت كنا نقولوا انا قبل عندك، انا قلنا على الخوف، كل الخوف يدخل في السيناريو اللبناني ما عادش فما عز الدين سعيدان. تونس غير قادر، اسمح لي زياد، في مرحله سريلانكا عز الدين سعيدان تونس غير قادر على تسديد ديونها. راهو هذا زاد فيه ارث قديم، حتى نعطي لكل ذي حق حقه. صحيح سعيد ربما ما خرجناش من الحفره وربما زادنا قدام، لكن ثم ارث قديم. شوف حتى حد ما ينكر، انا اش قلت لك؟ شوف انا ريت معاه مقوله واحده لقيس سعيد وقت اللي يقول لا يمكن رجوع للوراء قبل 25 جويليه، وانا اعتقد يعني واهم ومجنون من يريد الرجوع للوراء ما قبل 25 جويلية في الحياة السياسية العفنة اللي كانت هو يعني الأسس متاع العفن في الساحة السياسية والحزام السياسي متاعه من ثانية عبو وعبير موسي والشرذمة اللي كانت دايرة به. أظن لازم تش نرجع للوضعية ذيك، نحب نرجع للحياة الديمقراطية ما قبل 25 جويلية، ولكن ليس بالعناصر العفنة اللي كانت مأثر المشهد السياسي. قيس سعيد هو كان عنصر عفن في الساحة السياسية. نحاول أن نشخص الرجاء، شخص الرجاء، نعم نعم، نحاول نعم سياسيا نعم، وأنت أقدر على إيجاد توصيفات سياسية زياد. نعم إيه هو قال علينا نحن الأردان، وصفنا يعني بالأنجاز، وصفنا بالجراثيم، وصفنا بذي وما تكلمناش، فلما نقوله هو نصف فيه سياسيا مش نجمي فيه، ولا يعنيني قيس سعيد، لا يعنيني، نحكي على حالة سياسية في الوضع السياسي الحالي. والله ضيعت لي الفكرة يا حسين، الله يهديك. لا نريد العودة إلى الوضع السياسي كان يحكم فيه سعيد وبعض المنتمين والمساندين في البرلمان. السياسي لقيس سعيد اللي كان متكون أساسا من عبير موسي وسامي عبو والمغزاوي والشرذمة، هذه هي اللي كانت يعني معطلة الأجواء عموما، وهما تقريبا المهللين واللي أي يعني هيئوا الأجواء للانقلاب. ثم وذلك علاش نحب نأكد على حاجة، لأنه المفارقات اليوم فما سردية جديدة، ولو هما يحكيوا على أساس يعني الواجهه نتاع مقاومه الانقلاب، العباد اللي هيئت الانقلاب وطبلت الانقلاب وزمت الانقلاب تحب تقصي الناس اللي من اول يوم دفعت فاتوره الانقلاب غاليه، ولو هما في الاعلام التونسي المحلي روجوا على اساس هما المقاومين الفعليين. يعني المفارقه يا يعني راه تسمع برنامج في اي اف ام والله تدوخ، يعني قال لك لا عبير موسي هي صاحبة يعني الصراع في البلاتو على شكون المعادي الأول للإخوان في تونس وشكون المعادي الأول للمنظومة السابقة. راهو رهيب جدا، وهو وهرقوا بيناتنا الأيام، راهو بعد سقوط قيس سعيد عطاو يرجع لنا اسمه محسن مرزوق وباش يحكينا عن إضالاته وكيفاش كان يتألم في صمت ويجيبوا لنا النوعية ذيك الكل. ومهدي جمعة أنا ضيفك ومهدي جمعة نأكد عليها ونأكد عليها، راهو إذا باش نعاودوا نغلطوا نفس الغلطه نتاع 2011، هكا سياسه بوس خوك وسياسه طحن كف على ظله وسياسه ما ينس ما كان باس، راهي باش تعاود تهزنا لنفس النتيجه. الناس اعتقد انه الناس اللي دعمت الانقلاب وخصوصا سياسيا يجب اقصائها من المشهد السياسي بعد سقوط الانقلاب، لانه لا يمكن تبني تجربه ديمقراطيه بناس دعمت الاستبداد، وهذا الخطأ الفادح اللي أنت تتحدث عما بعد سعيد يا زياد. والآن سعيد لا يزال متمسكا، سعيد غير موجود. إيجا نقول لك شوف حسني مبارك العباد تغلي وهو يحكي على نضالاته في 73، شوف الأنور السادات نقح الدستور المصري وعمل فيه صلاحات في الفرعونية، مات أنور السادات وورثه ما بعد السادات. وانا اعاود نقول لألف مره ما يخيفني ليس قيس سعيد، ما يخيفني ما يتم تهيئه الاجواء له حتى يرث قيس سعيد. انا اعتقد ان قيس سعيد هو عدلي منصور جاء مكلف بمهمه حتى يهيئ الاجواء الى ما بعده، ونقول نعاود اياكم ثم اياكم تقولوا قيس سعيد هو المشكل. قيس سعيد هو دميه قرطاج كما وصفه البروفيسور ابو عبد المرزوقي، الرعب كل الرعب
من يختفي، والغرفة العمليات ما وراء قيس السعيد. نعم. اللي قيس السعيد يهيئ لها في الأجواء. نعود نقول ها قيس السعيد هو عدلي منصور جاء مكلف بمهمة، عندما تنتهي المهمة والمهمة انتهت سيأتي بوريثه، وهذا الرعب والسيناريو المفزع. لا يجب تركيز الضوء على قيس السعيد، ركزوا على ما خلف قيس السعيد والذي قادم يحضروا له اليوم في الأجواء. واليوم فما صفحات يعني مسترابة جدا قاعدة تروج في بعض الأسماء على أساس أنها يبش تجي المنقذ وتنقذ تونس من الانهيار الاقتصادي والانهيار السياسي، وهذا مرعب جدا. قيس سعيد هو عدلي منصور، هو عدلي منصور، ولكن السيسي مازال ما جاش. نعم، الله يقدر خير ويحفظ تونس. فريد، يافطة مستفزة. احنا سعداء انه يهم ويزلنا نفحه كتوانسة لكل لقاء اقتصادي من شأنه ينفس شوية تونس. احنا في الغريق نفسنا تكادة 22 دستور سعيد 25 جويلية، وان كان منذ ايام اعتقد حفيظ من اتحاد الشغل قال ما عادش نقولوا دستور 25 جويلية، دستور تونس. حفيظ لكن في الفصل السادس تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي اللغة العربية، تأتي أول مناسبة دولية أيامات قليلة بعد 25 جويلية. شوف اليافطة هذه فيها اليابانية، فيها الفرنسية اللي هي معاش، وفيها الإنجليزية، ولا وجود العربية. وجود العربية هذا شخص مستيادة هذا؟ لا، أنا في تقديري بما بدأت به البرنامج مرة لا يمكن الحديث عن مشاريع سيادية في ظل مشروع انقلابي. هذا ما يكبر في عنه حد، ما عندوش قناعات، ما عندوش أفكار، ما عندوش التزامات. هاي تجيه جيها يعدها بحاجة هي خارجة مقصر قرطاجة، ينكث على عهوده، يقسم على المصحف، بعدين يقول الدستور هذا به العيوب الخمسين مش الاربعتاش، عمل الدستور فات 10-15 يوم شي نقز ويصلح فيه وطلع فيه 44 غلطة ولا قديش. السيد هذا ما تنجمش تتعامل معاه بمنطق شخص قاعد في مؤسسة سيادية يسير في بلد. السيد يحكي على التطبيع خيانة، ومن لوط علاقاته مع إسرائيل لو الخوف متزاير عن السفارة، وهذه مسألة صارت مؤكدة وخرجت في الصفحات الرسمية من إسرائيل، والجزيرية جبدوه في كثير من الصحف اللي عندهم. لولا الخوف من الجزائر السيد راه مشى خطوات كبيره في التطبيع بمقابل انه يحلوا له المساله الماليه. معنا السيد يبيع ويشري في سياده البلاد. معنا السيد من جامع لجامع فددنا ونمشوا الجوامع نلقوه قدام. السيد الان ما عادش عامل حتى ركعه، ما عادش يمشي لصلاه الجمعه، ما عادش يمشي للعيد. السيد لا يمن بعيد الجمهوريه، لا يمن بالمولد، لا يمن معناها السيد حقيقه لا يشبه هنا. هذا الرجل لا يشبه هنا في شيء. هذا الرجل ابتلاء احتفل ب 7 نوفمبر هبط اللافيني، اي حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه. والمشكل الاكبر انا مع الصديق زياد فيما بعد قيس سعيد، تعرف ليش؟ لانه يبدو انه غرفه العمليات اللي وراه او ما يسمى سياسيين وفي الابحاث ما يسمى الدوله العميقه يبدا ان تعد الى لون في الظاهر. نعم، لأنه سيكون منقذ من قيس سعيد، لكن يخدم المشاريع سيستمر يعني في هذا وصل معه الـ A والـ B بشكل معه الـ C والـ D وكذا، لكن بلون جديد. معناها مثل ما يحكي على تجربة عدلي منصور والسيسي. نعم. لا بد من الحذر. الآن نحن في الدقيقة 90 بلغة الكورجية، لابد أن تتوحد الناس كل وتوانس الكل مسؤول. لم يتوحد وتوانس. لا توانس. أنا نقصد بالناس كل مش طبقة سياسية، توانس الكل مسؤول. التوانسة الكل مسؤولة بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقت الآن مع الثورة وانت مع قيس سعيد الزوز ناخذ كراسة غالية، والزوز ما لقيناش الزيت، والزوز ما لقيناش وا 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 وا، لأن الفتنة ظالمة لا ترحم أحدا. الفتنة ما هيش تمس، لو تمس الظالم فقط صح دي، حتى المظلوم تمسه. تعرف ليش؟ لأنه سكت. كان حريا به أن ينتصر للحق بداية. أنت سكت تتحمل مسؤولية. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ربي يلوم حتى على اعترافك بأنك كنت مستضعف في الأرض، لأنك الأصل أن تكون مستقويا بالله وبوطنيتك وبحريتك وبرجوليتك. نعم،
زياد روما، حتى نختم وعلى ذكر مصر، عندما ننظر إلى صندوق النقد الدولي الآن، تعرف أن السلطة تسارع الأيام من أجل الحصول على هذا القرض، عساه ينعش ينفس ميزانية بتاع 22، ونقارن بوضعنا بوضع مصر حاليا، وتعرف أنه أخيرا أحد أبواق النظام المصري كيفاش كتب عن سقوط عماد أديب. نعم، كيفاش سقوط الأنظمة هذه قد يتسارع، تعرف التضخم الكبير في تونس والتضخم الكبير في مصر غير المسبوق، وبعدهم نتحدث فعلا عن، لا نتحدث عن أبواق الإعلام المصري، نتحدث عن الواقع الآن، يعني صعب جدا في مصر وفي تونس. بعضهم يقول، هذه رواية، هذه سردية، أن صندوق النقد الدولي كان هو وراء هذه الانقلابات من أجل تنفيذ وهذه المشاريع وفرض هذه المشاريع التي لم يكن بمقدوره تمريرها يوم كان البرلمان، وإن كانت سلطة مشتتة هنا وهناك. خليني ساعة، وشكرا لك والفطنة بتاعك، أنك نبهت الموضوع مهم جدا، ما يحدث هذه الأيام والساعات القليلة السابقة ما يحدث في مصر. يعني اليوم نوع التضامن التام مع الشعب المصري، والمحرقة اللي قاعد يتعرض لها الشعب المصري في هذه الساعات في جزيرة الوراق في 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 قلب القاهرة من طرف يعني سلطة الانقلاب في مصر، وهناك يعني مد وجذر ما بين المواطنين وسلطة الانقلاب اللي تحب تخرج الناس والأهل من ديارهم لأنه بعتها للإمارات. ونحن صراحة نفتح قوس اليوم، الخوف كل الخوف، أنه قيس سعيد بدأ في عملية أيضا البيع للإمارات، وهناك بعض من يتحدث أو تحدث بتنسيب لهنا أنه حتى وكالة تبغ الوقيت هي طلب إماراتي للاستحواذ عليها، وإن شاء الله تطلع المعلومة هذه غلطة. ولكن اليوم ما يحدث في مصر مهم جدا، لأنه كشفت لنا الأحداث في تونس ما بعد ثورة الياسمين أنه الدول العالم العربي هي تقريبا محافظات وليس الدول، وهي مربوطة ببعضها في حلقات. ما يحدث في تونس تسمع صداه في مصر، تسمع صداه في ليبيا، تسمع صداه في الجزائر، تسمع صداه في المغرب، تسمع صداه في المملكة العربية السعودية. اليوم صداه ما يحدث في تونس، سمعنا صدى أيضا في الجزائر، وسمعنا صدى هذه الأيام في ليبيا، وأيضا نسمع في صدى في 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 مصر. الوضع الاقتصادي في مصر رهيب جدا، هو فقط ناجح في الإعلام المصري وفي إذاعة AFM في تونس، هذا من تقريبا زوز المراكز الإعلامية اللي يتحدثوا عن نجاح الاقتصادي الباهر اللي ما تفهمش كيفاش بالضبط. اليوم مثلا بلومبرج يعني أصدرت وثيقة اقتصادية تتحدث وتحذر من تمويل المشاريع الوهمية للسيسي، لأنه تقريبا باش تقضي على الاقتصاد المصري. اليوم المديونية في مصر 3 أضعاف الناتج القومي، اليوم المديونية في تونس تقريبا 90% من الناتج القومي. إذن تقريبا فما إذاك عجدي ما أقول هم تشابه يعني واحد. وخصوصا المقالين اللي أشرت لهم أنت آنفا لعماد الدين أديب، وعماد الدين أديب لا ينطق عن الهواء، هو الجميع يعرف أنه مقرب جدا من سلطة القرار داخل في مصر وسلطة القرار في الإقليم وخصوصا في المملكة العربية السعودية وما جاورها، يتحدث عن سقوط قريب جدا لأنظمة سيكون سقوط اقتصادي على رأس القائمة تونس ومصر، وهذا ما جعل عليه يعني حفلات شواء في الإعلام الموالي للسيسي، لأنه كيف يتجرأ على ذكر مصر في هذه القائمة، وذكر أيضا يعني تونس. اليوم السيناريو السريلانكي تقريبا يفصلنا عليه ساعات، لو غدوة ممكن ياسر انت عامل برنامج متاعك باش تستضيف ضيوف، راهو ممكن ياسر من هنا نص نهار تتغير لائحة البرنامج الضيوف متاعك للتطورات اللي قاعدة تصير. راهو الوضع في تونس قاعد يتحرك بدرجة رهيبة جدا جدا جدا، ونعاود نقول الشعب كسر حاجز الخوف، هذا استقراء سياسي واقعي ولا زرع الوهم يا نعم؟ هذا استقراء سياسي مبني على المعطيات ولا زرع الوهم؟ معطيات. اليوم انت كي تسمع فما غدوة وقفة من مجمع كوكاكولا وسيدة امام يعني الولاية بن عروس، لانه فما 6000 خدام تبشي تطردوا ما عندهمش السكر، هذه معطيات.
هذه كي تسمع انت اليوم العاملين نتاع سبق والوقيد يخرجوا للشارع ويقولوا رانا ندخلوا في 1430 مليار للدوله، واليوم نحن لا عندنا لا شهر لا عندنا قطاع غيار، ومن اكتوبر قبل اقل من سنه كانوا يتحدثون عن ارباح كبيره اتحاد الشغل والرئيس نفسه يقول لك اليوم ما معناش. هذه ما هيش معطي يعني ما هيش يعني وهم، هذه معطيات. اليوم خرجوا للشارع وما سمعهم حتى حد من الاعلام، وفما فيديوهات بث مباشر لعبات خرجت للشارع وتصيح، قال لك راهي فما حاجه مريبه، شركه رابحه وتدخل في الالاف المليارات للدوله وما فماش مردود في فلوسنا. اليوم انت تحكي مجموعه كبيره من القطاعات قاعده تخرج للشارع وخصوصا في الوظيفه العموميه، قاعدين يقول لك نحن قاعدين ندخلوا في فلوس للدوله وما فماش مدخول. هذه معطيات. هذاك علاش قلت لك راهو ايش نقول لك، شوف الخوف حتى نختم الخوف. زياد حتى نختم الخوف نختم بالجمله دي، راهي شوف الانظمه المستبده ما تطيحش يعني تدريجيا، ولكن السقوط الحر تنجم ترقد اليوم تلقى اللي متغدوة وضع اخر، تبات في شان تلقى تصبح في شان. راهي ايش نقول، كل شيء على ما يرام حتى الساعه الاخيره. نعم سيك كل شيء على ما يرام للساعة الأخيرة قبل الهروب متاعه، كما تقول حنا أرنب نحذر النقابات الأمنية أنها تسمح بفرار القيادات ورموز نظام قيس سعيد من مطار تونس قرطاج كما فعلت في السابق، يتحملوا مسؤولياتهم، لأنه اليوم فما معطيات ويتم تداولها على صفحات فيسبوك أنه مجموعة كبيرة من الولاد ومن رموز نظام قيس سعيد قاعدة تاخذ في فيزاوات يعني طويلة المدى من بعض السفارات وتحذر في روحها إلى خروج من طول. فنحذر الجميع، والجميع سيتحمل مسؤوليته إذا فرط رموز نظام قيس سعيد ويتحملوا مسؤولياته، الجميع سيتحمل مسؤولياته. نعم فريد حتى نختم. نعم تحسين الوضع الاقتصادي يبدأ من كلمة، والبداية في كلمة، كلمة هي أن تعطي خطاب مطمئن، خطاب موحد رئيس الجمهورية. لكن هذا الرجل لا يمكن أن يخرج من فيه كما يقولون خطاب مطمئن. هذا الرجل عدو نفسه وعدو شعبه وعدو أمته وعدو الحريات. لا يمكن بناء مشروع وطني في ظل ديكتاتورية، لا يمكن بناء. عندنا مثال صدام رحمه الله في طرح القومي ومعادته للمشروع الصهيوني، وقام بنهضة اقتصادية كبيرة. قبل فلان يقول لك راه قرأ في جامعة بغداد يا سيدي راه، ومع ذلك للمسة الدكتاتورية التي كان فيه كان عنده مشكلة كبيرة مع الشعب العراقي الكل. سيدي اعطيني حريتي واقتني بشر. الحرية هي الحرية هي التي تعبدك الله بها، الحرية هي التي تعبدك الله بها. لذا أنه العبد والمقيد ومسلوب الحرية والطفل والما عندوش عقل ربي ما يسألوا على حتى شيء، مرة ما يسألوا على حتى شيء. تعرف ليش؟ خاطر ما يملكش إرادته، ما يملكش إرادته. أنت تجي الواحد معطر كما يقول الشرقيين مسكين وجاي تكلفه ما لا يطيقش في عام، أي أنا غدوة مش ولادي باش يقر، ما عنديش باش نفطرهم أنا صباح، وما عنديش باش نلبس، وما عنديش باش نوكلهم. ايش اي شنو شنو بعدين انا نمشي للشغل مثلا تطلب مني اني ان انتج، تطلب مني ان اكون وطنيا، ان احب بلدي، ان اذهب لتجربه ديمقراطيه ونشارك في الانتخابات، ساكفر بالتجربه ككل. اذا الحريه والمشكله الكبيره الان احنا عندنا عقليه بومريفق لهذا، تو تغير النهضه، تو تغير جبهه الخلاص، تو تغير كذا. الان البلاد في مضايق الانظار، يا تغير الناس كله تتحمل مسؤوليتها يا يبقى قيس سعيد 50 سنة. يعني كلام بعض الناس يقول لك اختارنا من الحرية اعطيني الخبز، هذا سردي غال. اختارنا من الحرية اعطيني الخبز، هاك تشوفي لا خبز لا حرية، لا خبز لا خبز لا حرية. إذا ضاعت الحرية يضيع العلف، إذا ضاعت الحرية يضيع الدين، إذا ضاعت الحرية يضيع الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمشروع حرية في مكة قبل أن يعلمهم القرآن الكريم، قالوا أنت حر، ما يحكم فيك أبو لهب، ما يحكم فيك كذا. الناس اتبعته على الحرية قبل أن تفقه سر التوحيد، لأنه بقى يعلمهم التوحيد إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة وهو يلقينهم التوحيد. الحرية الحرية هي أولا قال أنت حر، أنت حر. ونعود إلى ما بدأنا به في بداية الحصة لوالدي عنترة، كر وأنت حر. الحرية لتوانسة، الحرية للصحافة، الحرية لصالعتي الذي لا يزال سجينا بأمر القضاء العسكري على خلفية تصريح إعلامي. شكرا لضيفي. كلمة أخيرة زياد حتى نختم. أخيرة كان تسمح لي نعم. وتكرم من بعجارة.
انا مادام حكينا على السياق هذه نحب نختم بكلمه. شوف بورقيبه رحمه الله كان عنده كلمه يقولها وانا اعشق هذه الكلمه مع اختلافاتي كثيره جدا مع بورقيبه، ولكن كانت عنده كلمه يقول الكرامه قبل الخبز. احظاه يا توانسه الكرامه قبل الخبز. الكريره والنهار اللي نتنازلوا على كرامتنا راه والله حتى الزريبه ماكش باش تعيش فيها. شكرا زياد الهاشمي من بروكسل، شكرا هنا فريد خدومة الكاتب والباحث، شكرا لفريقنا الفني والتقليدي أمن هذا اللقاء، نلتقي غدا إن شاء الله في لقاء جديد في حصاد 24، لكن مواصلين مع الملف الاقتصادي وإن شاء الله متابعة أكثر لموضوع التحركات في جمرك الدخان وكذلك للمنتفضين اللي تم إيقافهم عن العمل في ظل غياب السكر في معامل المشروبات الغازية. ليلة سعيدة في أمان الله.